ايه بقى حكايه عصام الحضري ورحيله عن المنتخب الاولمبي وتدريب المنتخب السوري؟ البيانات المتبادله النهارده، بيان من عصام الحضري يتحدث فيه عن احترام لمنتخب مصر وعمله التاريخي مع منتخب مصر كلاعب ومدرب، وبيان قوي جدا من اتحاد الكره بيقول فيه انه عصام الحضري مش هيشتغل تاني مع المنتخبات الوطنيه. ايه اللي حصل؟ ايه الكواليس؟ طيب هو طبعا الكواليس هنقول معلومات من الناحيتين، من الطرفين، من عصام الحضري ومن اتحاد الكره. هنقول معلومات من الكواليس اللي عرفناها من المقربين من كلا الطرفين. يعني طبعا احنا شفنا قبل كده في الفترات الاخيره كان في بعض الازمات بتخرج في سفريه المغرب، ان الحضري كان عايز 3 حراس وان الراجل كان عايز 2 حراس بس اللي يسافروا، كان وقتها كان في كلام كتير خرج، وكان كابتن محمد بركات عضو مجلس اداره اتحاد الكوره والمشرف على المنتخب طلع اتكلم في الازمه وفي القصه. ففي خلفيات في الموضوع انه ما فيش راحه بين الطرفين. يعني اللي حصل النهارده، خلينا نبدا من المشهد الاخير اللي حصل النهارده. عصام الحضري قعد مع ميكالي الصبح الساعه 11 صباحا في مقر اقامته بعد ما كوبر كلمه علشان يكون مدرب حراس مرمى معاه في منتخب سوريا، واستاذنه ان هو يكون يغادر منصبه في المنتخب الاولمبي. ميكالي وافق ان الحضري يسيب منصبه يعني، وان هو يمشي. اتصلوا بالكابتن محمد بركات المشرف على المنتخب، ما ردش على التليفونات خلال الجلسه اللي حصلت، ولكن بعد كده قيل انه الكابتن محمد بركات قال يعني المدير الفني هو اللي يحدد يعني اذا كان هيوافق او مش هيوافق. بعد كده اتحاد الكوره طلع البيان او بالصيغه اللي طلعت، لانه اتحاد الكوره قال لك انا صاحب القرار، مش ميكالي. ميكالي ممكن يكون لي القرار الفني، لكن انا ليا القرار الاداري، اوافق او ما وافقش. لكن في النهايه اللي الناس ما تعرفوش برضو ان كوبر نفسه موجود حاليا في مصر، موجود مستر كوبر في مصر، وموجود محمود فايز، كابتن محمود فايز والحضري موجودين هم الثلاثه، وهيسافروا بكره المفروض على سوريا ان شاء الله علشان يتم الاعلان عن الجهاز الفني لمنتخب سوريا في مؤتمر صحفي هيكونوا حاضرين فيه. وبعد كده الحضري هيسافر من سوريا على المغرب علشان يحضر نهائي بكاس العالم للانديه بدعوه من الفيفا. يعني في امور يعني بين الطرفين كده ما فيش اريحيه في المواضيع، ده اللي انا استشفيته، ده اللي انا حسيته. بعض الامور النفسيه زي مثلا انه يتم دعوته من الفيفا فاتحاد الكره ما يطلعش زي يعني بيان او حاجه يقول ان الحضري تم دعوته فيتم تفخيم الموضوع. دي كلها امور، دي حاجات ضايقت الحضري نفسيه، ضايقت الحضري وخلت العرض ده يوافق عليه بسهوله ويرحل. لكن زي ما قلنا يعني ملوش جوانب ماديه؟ اكيد في جوانب ماديه طبعا من ضمن الامور اللي حاصله. اولا طبعا على مدار 5 شهور هو طبعا القيمه الماليه للتعاقد، او هو ما فيش تعاقد عشان تبقى فاهم برضه كريم، ما فيش عقد يعني، ما فيش لا شروط جزائيه ولا في اي حاجه. يا صلاه النبي. عليه الصلاه والسلام. يا صلاه النبي. انا كنت لسه هسالكم على القصه دي. قولوا يا جماعه، واحنا في 2023 وواحد شغال في جهاز فني المنتخب المصري الاولمبي او الاول او الشباب او اي حاجه لها علاقه باتحاد الكوره، يعني يبقى شغال من غير عقد؟ قول لي والنبي.